يقول وضعت سهمي في بطن القوس ما رق قلبي، توجهت نحو الحسين ما رق قلبي، انتظرت الهواء حتى رفع طرف رداء أبي عبد الله فلمع نحر الطفل الرضيع تحت أشعة الشمس. والله ما رق قلبي، رميت السهم ما رق قلبي، وقع السهم على نحر الرضيع ذبحه من الوريد إلى الوريد. أيوة حسينا، نعم ما رق قلبي. قال المختار يا لعين ومتى رق قلبك؟ قال تدري متى؟ لما صار هذا الطفل يفرفر على يدي والده الحسين وصار كالطير المذبوح. نعم والله، واعتنق أباه الحسين والله لهذا المشهد رق قلبي ودمعت عيني. والله تقول لي يا ابو يا الطفل الما ياخذت دمعة دمعة مع الزهراء على رضيعها. والله يا ابو يا الماي الطفل الماي اخذت بسهم العدا يا مذبوح جبت. والله شنهي الذنب خويا العملت، والله العملت انا والماي حاضر ما شربت، يا والماي حاضر ما يا شربت. أراد الحسين أن يرجع إلى المخيم فغطى طفله بطرف ردائه. زينب تنتظر الحسين، رأت الحسين يأتي ثم يعود. قالت يا سكينة اذهبي واسألي أباك الحسين هل سقى أخاك ماء وعاد إلينا ببقيته. أقبلت سكينة تنادي أباي هل سقيت أخي الرضيع ماء وعدت إلينا ببقيته. أخرج الحسين طفله وكشف الرداء وقال بني سكينة هاكي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. والله تقول له ولا لصبحت ما واحد من أهلي. والله ولا لي والله اصبحت ما واحد من اهلي. ولا لي انا صغار كبار ذبحوهم. والله ولا لي عبد الله منهز مهدايك ولا لي يا سلواي ما خلوك لي يا سلواي ما خلوك لي يا 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 يا. أقبل الحسين نحو خيمة خلف خيمة وشق الأرض بسيفه فحفر قبرا صغيرا أراد أن يدفن ولده، لأن هذا المشهد الأم ما تتحمل. علمت الرباب، أقبلت تجر أذيالها تنادي سيدي سيدي دعني أرى ولدي مرة واحدة قبل الدف. أعطاها ابنها يا والله تقول لا يا ونبني مياتم للحزن ننصب ونبني وفجعني حرملة بسهمة أنا ونبني. والله الطفل عاد يفطمونه ونبني انفطم يا ناس بسهام المنين يا انفطم يا ناس بسهام يا المنين.
نعم هذا موقف الرضيع مع والده الحسين ومع أمه، ولكن هناك موقف آخر بين طفل وبين أمهما، بين الحسن والحسين وبين فاطمة عمرها 18 سنة، والدها شابة وهي على فراشها ميتة. أقبل الحسن، رواية أسماء، أقبل الحسن عند رأسها والحسين عند صدرها. عمر الحسين 4-5 سنوات، انكب على صدرها، نادى أمه كلميني قبل خروج روحي من بدني. يقول أمير المؤمنين والذي نفسي بيده: أنا سمعت فاطمة حنات وأنات وفتحت يديها وضمت الحسنين إلى صدرها، وسمعت هاتفا يقول: يا علي نح الحسنين عن أمهما، فإنهما والله قد أبكيا ملائكة السماء. والله بظلم وبظيم، خليك على بالك، نبكي شوية ونختم. والله بظلم وبظيم هالدنيا نعشها على الروح بعد ما واحد، والله نعشها على الشال وبليل أظلم، نعشها يا ودفنها بليل حمها يلحمي. أشوف دمعة دمعها يا ودفنها بلا يا الحماية يا الحمية. هذا وين كانت الزهراء لما ماتت والحسن والحسين 4-5 سنوات؟ لكن هناك موقف آخر للزهراء، وهو لما كان الحسين على رمضة كربلاء. زينب تنقل المشاهدة، تقول: أنا بكربلاء شفت أم الزهراء، شفتها حاضرة، شفتها على جسد أخي الحسين وهو بلا راس، وشفت جدي رسول الله إلى جنبها وهي تقول: أبتاه يا رسول الله، انظر إلى أمتك ما الذي صنعوا بولد الحسين، أبتاه أتأذن لي أن أخضب شعري بدماء ولدي؟ قال: بني اخضبي ونحن نخضب. خضبت شعرها. والله زينب تخاطبها تقلها: يما يا يما يا يما، والله يما يا ام حسن، يما تعالي تشوفي كربلاء ايش سوت بحالي. إيه هاي دمعة دمعة، آه آه للزهراء. والله يما يا ام حسن، يما تعالي تشوفي كربلاء ايش سوت بحالي. والله طلعت من المدينة براس عالي، واخوتي عن يميني وعن ها ها وعن شمالي. تجاوبها الزهراء: والله تقلها يمي تشمت يا يما مو بعيدة، والله يمي يا يما مو بعيدة، أنا شفت حسين من حزة وريدة. والله وريدة وريدة، يعني حاضرة حاضرة فاطمة. هاي الزهراء تحضر في جميع مجالس أولادها، يعني هنا هنا حاضرة الزهراء، لولا حاضرة أيتها النساء: إذا سمعتن امرأة تصيح وولدا لا تستغربن أعلمنا أنها فاطمة. والله تقلها يمي يا يما مو بعيدة، أنا شفت حسين من حزة وريد.
والله ثلاثة أيام ساكن البيدة نوبا أدور أصبع عيدة ونوبا أدور شف عضيدة. الله الله، أيام الأربعينية كنت أقرب حرم الحسين. بعض الشباب يقولون سيدنا والله كل ما تقرأ هاي الأبيات إحنا نشعر بشيء غريب مقابل ضريح الحسين. الله أكبر الله أكبر، هاي شباب يروونها بكربلاء والله، ومو بس أنا لما أقرأ هاي الأبيات. لا والله يمي هاي زينب حبيبي، انت زينب تعرف قدرها اليوم وتعرف واقعها اليوم ما يجري. والله يمي يا يمي يا يمي يم حسن يمي تعالي لشوفي كربلا اش سوت بحالي. إيه انت اذا تقرأ تتفاعل اصلا، يعني انت تقرأها انت تتفاعل، شوف شوف جوابك مع الزهراء. الله والله يمي يم حسن يمي تعالي والله تعالي اذا شوفي كربلا اش سوت بحالي. انا طلعت من المدينة وانا العز يا زينب، طلعت من المدينة براس عالي واخوتي عن يميني وعن هي تجاوبها امها يلا يا اخوات مع الزهرة تقلها يميك يا يما مو بعيدة انا شفت حسين من حزة وريدة. الله 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 الله، رواية قرأتها ارويها واختم، مو انا شاعر يقولها انا تقول بلسان زهرة انا شفت حسين من حزة وريدة. يقول رواية راوي ينقلها، يقول لما جاء الشمر يذبح الحسين، لعنة الله على الشمر، يذبح الحسين وضع ركبته في صدر الحسين، يقول هنا الزهرة نزلت حضرت صارت تنظر إلى ولدها. لما عزم الشمر اللعين على ذبح الحسين وضع السيف على نحره نزل جبرائيل، لأن السماء ارتجت، نزل جبرائيل وضع جناحه أمام عيني فاطمة حتى لا ترى ذبح ولدها الحسين. الله 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 الله، حسين يا حسين حسين يا بصوت واحد موالي حسين يا حسين حسين